بصوت أعلى. هذا الرجل استطاع من خلال مسيرته الأدبية والثقافية والأخلاقية، يعني هنالك أوجه إذا رأيتها مرة لن تنساها أبدا، وهنالك أوجه تتكرر عليك وتسأل صاحبها من أنت؟ صدقوني، وهذا شيء خاص، حينما خابرني الأستاذ كامل في تكريمه الأول تعذرت، فأنا تعرفون الجل يعرف لي وضع صحي، لكنني والحمد لله كنت أن أعتذر، وأنا قلت إن هذا الرجل خلوق وصبور، أرسل لي الكتاب السميك بيد ابنتي زمان الصارخ، فجاءت إلى شقتي، وما إن رأيت صورة كامل وأكاد أرتعش، قلت لها زمان هذا رجل أحبه، والله يا دكتور هذا رجل أحبه، فجلست أقرأ الكتاب كما يقرأ التلميذ المستجد كتابا، وبيدي القلم وأؤشر، هذه طبيعتي، لا يعني لا يمكن لكتاب يقع بين يدي دون أن أعكر صفوة بتعليقات. ولي إن شاء الله، إن أمد الله بعمري، لي بحث في هذا الكتاب، فالقول يطلق على السجية، والكتابة لقد أشار الصديق إلى أن القلم له ذاكرة تطرد النسيان. أنا لدي على طريقتي جذاذات، ولكن لا يمكن أن أستغل وقفتي هذه وأبدد وقتكم، وأظن تحياتي أستاذ ياسر، وأظن أن بعدي، وكان ينبغي أن يكون قبل، أظن أن بعدي الأديب الأريب أستاذ عدنان بيضون، فلله دره بعدما تكلم دكتور علي وتكلم الأستاذ كامل وتكلم عبد الإله، لله دره ماذا سيقول. لم نترك له شيئا ولكنه فليتفضل. شكرا جزيلا.